جينا في اطار الدعم ديالنا لا مشروط مع القضيه العادله لطلبه الطب والصيدله، وكذلك في اطار المبادئ ديالنا يعني اللي تقتضي اننا نتضامنوا مع جميع الفئات المتضرره. والاكيد اننا منذ بدايه هذا الحراك هذا يعني منذ بدايه هذه المشكله هذه في 16 ديسمبر 2023 كنا من اول القطاعات الطلابيه الحزبيه اللي واكبنا هذا الملف هذا، وقمنا يعني مجموعه من اللقاءات. لكن اليوم كنشوفوا باللي ان الملف يعني سنه تقريبا من ديسمبر 2023 الى حدود هذه الوقيته هذه مازال ما لقاش يعني حل واقعي اللي يرضي جميع الاطراف. كانت هناك وساطات سواء من جمعيات المجتمع المدني، سواء من الاحزاب السياسيه او نقابات، وكذلك من هذا الفضاء اللي احنا اليوم امامه من قبه البرلمان بمجلسه، وصولا الى مؤسسه الوسط، ما تلقاش حل يرضي جميع الطلبة. وهذا يعني كيبين على أن الحكومة ضعيفة سواء على مستوى الاقتراح أو التواصل، على أنها تقنع الطلبة وتعطيهم عرض يعني في حسن يعني التطلعات ديالهم. كذلك اليوم جينا تلبية لدعوة ديال التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، وكذلك يعني حاولنا أننا نعبئوا يعني جميع الطلبة ديالنا على صعيد الوطني باش أنهم يحضروا اليوم في إطار يعني الإيمان الراسخ ديالنا بعدالة هذه القضية.